السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج علوم كملين، حلقة يوم الجمعة. جمعة مباركة على حضراتكم، ربنا يجعل أيامنا كلها مباركة. وخلونا نبدأ النهاردة حلقة تتكلم عن الرئيس محمد مرسي. الرئيس محمد مرسي اللي بمناسبة الذكرى الخامسة لأول ظهور ليه بعد الانقلاب العسكري الكل بيتذكره، لا زال حديث الجميع. يعني الجميع بقى عايز تقول الشباب، عايز تقول المصريين، عايز تقول العرب، عايز تقول الناس حول العالم، لا زال هناك ذكر للدكتور محمد مرسي. سبحان الله، في الوقت اللي فيه عبد الفتاح السيسي بيصرف مئات الملايين علشان يجمع أكتر من 5000 شاب من أنحاء العالم علشان يقعد ينظر عليهم والعالم يتكلم عنه، محدش بيذكره، محدش بيتكلم عنه، بالعكس الناس بتسخر منه أكتر، الناس بتشوفه صغير أكتر، الناس بتشوفه على حقيقته خاوي وفاضي وما عندوش حاجة. واللي موجود داخل السجون بقاله أكتر من 5 سنين، اللي موجود داخل أسوار وداخل بعيد عن أعين الناس داخل الحراسات و لسه ذكره موجود، لسه الناس بتفتكر كلمات الرئيس محمد مرسي، ناس بتكتب وناس بتقول وناس بتحكي، ناس بتتكلم عن احكي عن مرسي وإزاي مرسي كان بيقول أنا عايز أحافظ على البنات، خاصة بعد ما بيعتقلوا البنات وبيسيئوا إليهم زي ما احنا شايفين. ناس بتقول ببساطة الرئيس محمد مرسي كان بيقول كلام لسه لحد دلوقتي عايش، اللي بيطلب من غيره ما بيمتلكش إرادته، اللي بيطلب من السعوديين ولا من الأمريكان ولا من الإسرائيليين، اللي بيطلب من الإماراتيين أو من أي حد ما بيمتلكش إرادته. ده كان كلام محمد مرسي. محمد مرسي اللي بيقول حافظوا على مصر، حافظوا على مصر. واضح ان الكلام محدش خد باله منه غير اللي بيحبوا البلد بس، اما التانيين فاللي اساء للبنات واللي اعتقلهم واللي باع مصر واللي رهن اراده مصر لدول لسه معموله من كام سنه. كلام محمد مرسي مش مجرد كلام مرسل، مش مجرد كلام بيتقال، كلام من رئيس شرعي منتخب باراده المصريين، راجل ابن البلد، راجل من طين الارض، راجل كمان متعلم. يعني ده الفارق الكبير، وده فرق من الفوارق الكتير اللي بينه وبين عبد الفتاح السيسي واي واحد مجرم بيحكم، ان ده جاي باراده الناس، ان ده متعلم انه بيفهم، وان التاني جاي باراده الغرب او باراده الامريكان او باراده الاسرائيليين، ان التاني لا بيفهم ولا بيعرف ولا بيقول. انا مش بقارن وما ينفعش اقارن، ولكن هنفتكر مع بعض النهارده بكل اعتزاز الرئيس المنتخب الأول في تاريخ الدولة المصرية الدكتور محمد مرسي.